السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان المفترض ان هيكون في بث مباشر اليوم مع بعض زي ما قلت لحضراتكم على اليوتيوب، لكن للأسف حصلت مشكلة في البث، يعني حاولت احلها بكل الطرق ما قدرتش او ما عرفتش. انا مش تقني قوي، يعني ما بفهمش في التقنية ولا السوشيال ميديا كتير يعني. المهم ان احنا النهاردة كنا هنتكلم عن بسمة وهبة وعن محمد الباز وعن مصطفى بكري. التلاتة عملوا موقف يعني رخيص قوي، موقف رخيص قوي قوي قوي. التلاتة عملوا، بدأ بمحمد الباز. محمد الباز اللي خرج يقول للناس انا قررت ان اتبرع براتبي لصندوق تحيا مصر عشان تتعلم ايها المواطن، ايها المواطن عشان تتعلم الوطنية، فانظر لمحمد الباز. فقال لك انا قررت اتبرع براتبي. بعد منها خرج مصطفى بكري وجود على محمد الباز وقال انا كمان قررت اتبرع براتبي، براتب من مصطفى بكري شغال في صدى البلد، محمد الباز شغال في قناة النهار. بعد منهم خرجت بسمة وهبة اعتقد شغالة في اون تي في او حاجة زي كده، وقالت انا كمان قررت اتبرع براتبي. بس ما قالوش للمواطن انهي راتب، يعني هم ما حددوش مع المواطن المصري انهي راتب يتبرعوا بيه. خلونا نبدأ من بسمة وهبة، اخر واحدة، اخر واحدة في المتبرعين برواتبهم من الاعلاميين المؤيدين لعبد الفتاح السيسي. نبدأ من بسمة وهبة. بسمة وهبة قررت تتبرع براتبها شهر كمذيعة، تتبرع براتب، شيء جميل جدا ولطيف جدا وتشكر عليه. بس بسمة وهبة ما قالتش لحضراتكم ايها الشعب المصري اللي بتاخد 3000 جنيه راتب، ما قالتش ليكم ان راتبها قد ايه في الـ في الـ في الـ في القناة، ما قالتش ليكم انها بتتقاضى ما يقرب من مليون جنيه شهريا راتب بسمة وهبة. طيب سيبك من دي ايها المواطن، بسمة وهبة ما قالتش لحضراتكم ان هي لها معاش بتاخده من نقابة الصحفيين، ما قالتش لحضراتكم دي ايها المواطن. بسمة وهبة ما قالتش لحضراتكم انا هتبرع براتب شهر، اتس فاني نو بروبلم اباوت مي، ما عندهاش مشكله، ما فيش مشكلة معاها. لكن ما قالتش ليك ايها المواطن ان جوزها عضو مجلس الشعب علاء عابد بياخد معاش من الداخلية لانه كان ضابط داخلية، وافتكروا في فيديو عمادي الكبير ارجوكم والعصايا اللي استخدمها علاء عابد مع عماد الكبير في موضع مش لطيف، ارجعوا للفيديو ده شهير جدا. ده علاء عابد ده بطل من امن الدولة اللي الثورة تسببت ان يقعدوا في بيوتهم. فجوزها علاء عابد ده عضو برلماني للدورة الثانية في برلمان انتخبه الشعب بامتياز. ما قالتش لكم علاء عابد ده بياخد راتب قد ايه عن كل جلسة، كل جلسة يوميا بتعقد في البرلمان بياخد عنها راتب. ما قالتش لكم انه بياخد راتب شهري من البرلمان، ما قالتش لكم انه معاش من الداخلية، ما قالتش لكم انه هو بياخد مكافأة ربع سنوية من البرلمان ونصف سنوية من البرلمان وسنوية من البرلمان، ما قالتش لكم كل ده، ما قالتش لكم علاء عابد ده عنده قصر فين ولا هي عندها فيلا باسمها فين. لكن هي قررت انها تتبرع براتب من 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 من, من, من البرنامج اللي هي بتشتغل فيه على اون تي في على ما اعتقد. ما قالتش لحضراتكم ان هي ما تبرعتش بالاعلانات اللي بتيجي على برنامجها اللي هي لها نسبه منها، لا هي تتبرع بالراتب بس، راتب شهر بس كده. فهي بتقول لك كده ايها المواطن عشان انت يا مواطن يا كحيان تدفع ال 3000 جنيه ولا ال 4000 جنيه الراتب بتاعك لصندوق تحيا مصر عشان ننقذ مين؟ ننقذ المشاريع الاقتصاديه العملاقه اللي عملها عبد الفتاح السيسي، زي مشروع تبطين الترع اللي خرج يحتفل مع الناس ويقول لهم صرفنا 8 مليار دولار، فيخرج وزير الري يقول مشروع تبطين الترع للاسف بقى بالفشل الذريع. طب وال 8 مليار دولار اللي صرفناهم اضرب ايها المواطن 8 في 30 بكام ايها المواطن؟ هتلاقوهم برقم كبير جدا ايها المواطن المصري، هتلاقي ال 8 في 30 دول يعني 240 مليار جنيه السيسي صرفهم في تبطين الترع، وفي الاخر قال لك والله المشروع ما ظبطش، من نعمل شغل الدراسات بدون دراسات جدوى. ده انتوا عارفين عبد الفتاح السيسي. فبسمة وهبة عايزاك تتبرع لعبد الفتاح ده ايها المواطن عشان يعمل لك برج ايقوني ب 3 مليار دولار انت ما تعرفش تعدي من قدام منه، شفت ايها المواطن؟ طيب سيبنا من بسمة وهبة، نروح لمصطفى بكري. مصطفى بكري ايها المواطن اللي قال لك تبرعت براتب من شغله في قناه صدى البلد، راتب شهر لدعم صندوق تحيا مصر. مصطفى بكري ايها المواطن لم يقل لك عضو في البرلمان ايها المواطن، مصطفى بكري بياخد مكافاه شهريه ومكافاه عن كل جلسه بيحضرها في البرلمان ومكافاه ربع سنويه ومكافاه نصف سنويه ومكافاه سنويه من البرلمان ايها المواطن. مصطفى بكري ما قالش ليك ايها المواطن اللي هو قرر يتبرع براتب شهر من شغله في قناه صوت البلد، ما قالش ليك ان عنده جريده اسمها جريده الاسبوع في ظهر دار القضاء العالي ايها المواطن الدور الثاني عماره 19. شفت ايه رايك كده ايها المواطن؟ هو رئيس تحريرها واخوه محمود رئيس مجلس ادارتها بيجي لهم اعلانات قد كده ايها المواطن وتمويل قد كده
من نجل القذافي ايها المواطن، ولكن هو قرر يتبرع بشهر ايها المواطن، علشان انت ايها المواطن تتبرع برضو بنفس ال 3000 جنيه الكحيانين اللي كانت عايزاك بسمه وهبه تتبرع بيهم ايها المواطن. ده مصطفى بكر ايها المواطن اللي خرج علشان يثبت لك ان هو رجل متواضع ومعوش فلوس ولا حاجه، رغم ان عمرو اديب قال عنه ده معاه مليارات وراكنها. اسال ايها المواطن، ده عمرو اديب اللي قال كده، عشان يقول لك ان مصطفى بكر عشان يثبت لك ايها المواطن ان هو معوش فلوس، خرج مصطفى بكر يقول بتاوي وشلاول، يعني هو لما يقول كده احنا خلاص هنقول ده فقير. لا ايها المواطن، مصطفى بكر بيتقاضى ازيد من 10 رواتب شهريا بيجوله غير التمويل اللي بيجيله من نجل القذافي ايها المواطن. عشان كده ايها المواطن، شوف اكتر اعلامي دفاعا عن حفتر وعن نجل القذافي، اتحداك لو قلت لي احمد موسى، مصطفى بكري، مصطفى بكري. شوفوا مصطفى بكري ايها المواطن، سيبنا من مصطفى بكري ايها المواطن، نروح لمحمد الباز. محمد الباز ايها المواطن اللي انطلق بماراثون تبرع براتبك لاجل انقاذ الاقتصاد المصري. محمد الباز ده حضرتك رئيس تحرير جريده الدستور. محمد الباز حضرتك هيتبرع براتبه من جريده من برنامجه في قناه النهار، لكنه مش هيتبرع بالاعلانات اللي بتجيله على البرنامج بتاعه، لكنه مش هيتبرع براتبه اللي بيجي له من جريده الدستور، مش هيتبرع بالاعلانات اللي بتيجي على جريده الدستور، مش هيتبرع ايها المواطن بالفلوس اللي خدها من الكتاب بتاعه اللي منزلها في معرض الكتاب الشهر ده ايها المواطن، او المعرض اللي فات انا اسف، مش هيتبرع بالفلوس دي، مش هيتبرع محمد الباز بالارباح اللي بتجيله على اليوتيوب وعلى الفيسبوك على موقع قناه الدستور وعلى صفحته الشخصيه، مش هيتبرع بكل ده ايها المواطن. محمد الباز مش هيتبرع بالتمويل اللي بيجي له من الامارات، لن يتبرع بذلك محمد الباز، هو هيتبرع فقط لغير ايها المواطن بشهر واحد من اللي بيتقاضاه محمد الباز في قناه النهارده، اذا تبرع ايها المواطن. لكن محمد الباز بيعمل زي بسمه وهبه ومصطفى بكري، او معلش الاثنين اللي بيعملوا زيه، بيطلبوك ايها المواطن الكحيان اللي معاك 3000 جنيه راتب شهري انك تتبرع بيهم ايها المواطن، بيعلموك الوطنيه، بيعلموك الوطنيه. شفت ايها المواطن، انا قلت لك كلمه ايها المواطن كم مره في الفيديو ده؟ اتعقدت انك مواطن. ليه؟ علشان المزايده، هو بيزايد عليك. تخرج واحده زي بسمه وهبه تقول لك انا اتبرعت واتمنى الشعب كله يتبرع، يخرج واحد زي مصطفى بكري يقول لك انا اتبرعت وبدعو الشعب كله للتبرع، يخرج واحد زي محمد الباز يقول لك انا تبرعت وبدعو الشعب كله للتبرع، يفتكروا الشعب المصري في التبرعات بس، اما طول العشر سنوات والاراجيف الاعلاميه اللي كانوا بيصدروها بكره هنبقى قد الدنيا وبعد الدنيا، وبعد عشر سنوات قال لك بطل هري وكل ورق شجر، ده مش مطلوب منك تتكلم حبيبي، ده مش مطلوب منك تتكلم خالص، ولا مطلوب منك تعترض، ولا مطلوب منك انك تقول ايه اللي حصل في الدوله، ولا مطلوب تقول لهم طب يا جماعه دلوقتي اللي عمل مشروع تبطين الترع وصرف فيها 240 مليار جنيه ده يا جماعه يتحاسب. يقول لك لا يا المواطن، لا ما يتحاسبش. يتحاسب ليه؟ احنا بنعمل بدون جدوى يا حبيبي، احنا بنعمل مشاريع بدون جدوى يا بابا، احنا لو بنعمل بجدوى ما كانش السيسي ده قاعد في الكرسي ساعه، لكن صرف ربع تريليون جنيه لو اتعمل بهم مدارس ومستشفيات زي ما بنكلمه ونقول له عايزين مستشفيات ومدارس، يقول لك منين؟ ما عنديش. انت ما تعرفوش احنا فقراء قوي، احنا فقراء قوي. طب يا حبيبي اللي فقير قوي، رحت عملت مشروع ب 8 مليار دولار وفي الاخر يطلع وزير الري يقول لك المشروع ده في شنك. محدش حاسبه، محدش حاسبه. ليه؟ لانه بيتعامل مع فكره انا الحاكم بامر الله، لا سلطان علي ولا تساؤل ولا استجواب ولا اي حاجه. اقسم بالله، شوفوا رئيسه نيوزيلندا، رئيسه وزراء نيوزيلندا بتعلن في فبراير الجاي ان هي خلاص مش هتترشح للانتخابات، رغم ان هي لسه صغنونه وينفع تترشح لمده 20 سنه قدام، لكن خلاص هي جربت نفسها مره واثنين والدنيا تمام والشعب عايز جديد، رغم ان هي ناجحه جدا، رغم ان هي عبقريه جدا، رغم ان هي انطلقت بنيوزيلندا جدا، لكن خلاص الشعب عايز جديد. زي تشرشل، تشرشل رئيس وزراء بريطانيا اللي فاز في الحرب العالميه على هتلر وانقذ اوروبا كلها من هتلر، راح يترشح للانتخابات قالوا له شكرا احنا عايزين حد اقتصادي بقى، انت بتاع حرب وبرنس وهنحترمك وهنعمل لك تمثال، والله لا نعمل لك تمثال بس سيرك، احنا عايزين حد اقتصادي. دي الدول يا جماعه، دي الدول، مش واحد كل مشاريعه فاشله، كل مشاريعه فشلت، مفيش مشروع واحد نجح، مشروع واحد ما حصلش، ان مشروع واحد ينجح ما حصلش، ومع ذلك هو شايف نفسه الها تعبده الناس، شايف نفسه منزه عن كل خطيئه ان حد يساله، فيخرج لك الاطيش الاطيشو القاع، القاعد في الاراضيش الاعلاميه بتاعته، يخرجوا لك يقول لك اتبرع براتب شهر من شهره من راتبك، وانت اصلا ايها المواطن مش عارف تمشي راتبك، ما يكفكش اسبوع واحد من شهر، هم عايزينك تتبرع بالراتب ده زي ما هم اتبرعوا براتب من اصل
20 30 راتب بيتقاضوه شهريا. واديني ايها المواطن قلت لك مصادر رواتبهم منين، مصطفى بكري فين وفين وفين وفين، وبسمه وهبه فين وفين وفين، وجوزها مين وشغال ايه، ومحمد الباز بياخد براتب منين ومنين ومنين. سلام عليكم.